السوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية أنا في المغرب تفرح عيني كي روح اللي مدير فيني يلجوع باي باي يخديني ما يدري ملتلي عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي نشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي أنا يا شره سيدة لحنها علا وزادت حفها حسني والله في يومي صعد لها وكملها ولسه يمين اهداها والله هيا ستفوا هنا وقفوا هنا قدامي بالواحد واحد ورا واحد هنا واحد حدا واحد هيا واهرنا في قزارنا عبروقة وشي حاطيني العقلي انا هنا اللعب ما عنديش في الخيمة شوف الذبانه كدور نحن نسحقها تاخذ لزم من عندي فهمت ولا وزيد انت على تشراك فمك من دوم القاشي هذا اللي يخدمك كل تالي بدي تهدر فهمت وضعيه البطه خذ هيا انا راني بطلت لا بطه لا خروف لا ذيب لا فكرون لا جراده فهمت ولا كيما انت ما نسحقهاش انا يا بندي في القهوه في الخيمه فهمت ماذا بيا تعطي الجنحيك خبطتين واخرج عليا لبرا الهضره ماهيش معاك انت ديجا سلكني بعد وش نسلكك؟ في الخدمة اللي خدمتها تيا خدمت وش خدمت انت؟ جامي شفتك خدمت عندي 18 يوم واليوم ما نحسبوش من عندي انا 18 يوم واليوم ما تحسبوش من عندك انت يسي اللي عندك 18 يوم انت يا دور تسلك فيه مسوارد هذي حاجة باينة تسلك فيه مسوارد حسنا ذوك نتحاسبو من اللي جيت القاوة هنا قدين كاس ما شربت قدين كاس ما شربت سبعة فيها 70 كاس 70 كاس وقدان حبة قلب اللوز كليت 21 هكاك وقدان قرعة شي شربتها 10 ولا 15 يا كنديلك الحساب انت اللي تسلكني مالك هذا هني والله غدت ديجا درت الكركيل في راسي نلقى روحي نسلك ثلاث ايام خدمة ودرك تخدمها من ثلاث ايام هذي ومن بعد بطل ولا روح انت حر خلاص ما يمنيش فيه عليها انت اللي خدمتني يا شوف اسمع رجعت لصوابك انت اللي خدمتني ملك يجي اللي خدمك روح هدرت وياه هيا خلف در انا مانيش مبطل حتى ندي دراهم روح قلنا لك تحب تدي سوارتك روح الحقوه في الكعبه لي ولا روح دير قناه من القنوات وقف حدا الكعبه ودعيت العقلي العقلي عاد خلي هذاك وخرج لك من الكاميرا يسلكك ويعاود يرجع يدير المناسك هيا اعطي رجلك للريح ابني كي يجي عقلي انا نتحاسبو هيا في الامان حاسبو تحساب غدوه هيا حساب عند ربي حاسبو والله الا مليح هذا اسلك انا خارجين اخويا هاي يتخرج ولا تقعد سيدي قلنا لك ايش عندك عندي شيشه ايه وتاي ايه وجيناتور ايه يا بركه عندك تي وهذاك الماء هذيك القرعه هذيك تاعكم ولا خاتيتكم ايه قرعه ما ايه ما عادش تنسى بابا انا راني ما ننسى حتى حاجه فهمت ولا وما برك جاتك 170000 170 يا نعمي لا واش وشي واش كيتكبش انا ولا وشي قلنا لك جاتك 170000 اللي تكثر في الهضره وذاك ربما ماني ماكل خروف مش على بالي انا لا واش لاباس الشيشه ب 50000 وجي نقولوا احنا انا طيحت لك انا حسبته لك ب 30 برك قد هذه تاج بالي ماكش من القهوه على حسب شوفها شربك حتى ما بلي بلي اسمع 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 مو القهوه ولا مش مو القهوه ماكش كنترول تبع تسرق تسرق اسمع قلت لك 170000 تحطها واخرج على روحك انا طول عمري نتقهوى هنا عند العكلي الله يذكره بالخير جامي سمعت السومه هذه شوف جامي هذه سامي سمعتوها السومه جامي الدلاعك زادوا فيه قلبه ب 16000 ما بتحسق روحك عليهم لا جاي تحسق روحك هنا عندي بالقهوه انا كل الزاده يا اخي الكريم انا ما قلتلكش دلاع انا كليتي
شي اللي قلتو وجيت نسلك فيه شي اللي وانا الشي اللي قاعد لك درتو حسبته لك لقيتو 170,000 تسلك وتجي عاقب فهمت هذه اخويا ما كان حتى مشكله انا نسلكك هاك اخويا تاكل فيهم الحرام ان شاء الله هاك حطك هنا كان شيت معاش تجي معاش تجي من هنا معاش الدور عندي حاطيني 30,000 هاي 30,000 تجي مول القهوه عندي مع هضره عندك تسليه كيفاش نزلي؟ عندك تزلي دز معاهم نقول لك كلمة وروح له وفي العمر اروح له ولحق واش كاين؟ علاش ما كان حتى مشكل جي في ركنة انت وياه وتنادب وضرب انا لا بالي بيك انت ولا غير تزلي اي اخرج علي لبرا اخرج معاك تجيني يا عقلي تزلي بعد تضربها تزليها بعد فكر ربي يستر في هذا العام 17 ساعة صيام نشبع لهم حتى ننتان والمغرب مازال ما يبان براني نقول لكم انهار اخذوني خير لكم الدنيا راهي تدور بيا كرشي راهي تستر عليا كي نهبط للسوق العشية نولي نسخف عيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية انا في المغرب تفرح عيني كي روحي اللي مدير مجيني يلجوع باي باي اخذيني نخدمها بخيمة جبوبي تشربوا ناكل